صباح الخير. فقرة education هذه الفقرة يلي بهمنا دايما نسلط الضوء عليها، خاصة لمساعدة الطلاب اللبنانيين، وممنوع بقى حدا بهيدا العصر يقول من قادر يتعلم. اليوم منح دراسية عم تمنح للطلاب اللبنانيين من قبل حكومة اليابان. شو هي هيدي المنحة وكيف بتم الحصول عليها؟ تفاصيل منخدها مع غريتا أبو سمرة نون، كبيرة الاختصاصيين بالعلاقات العامة والشؤون الثقافية بسفارة اليابان. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا. قد ايه حلو هيدا الشيء، يعني اليوم هيك فتحتوا أمل وباب جديد للطلاب حتى يحسوا حالهم مدعومين، يعني ما حدا بقى عنده حجة مني قادر كفي علمي أو اختصاصي. خبريني شوي عن هيدي المنحة، شو هي بالبداية ومن أمتين انطلقت؟ هي منحة تقدم من قبل الحكومة اليابانية، يعني وزارة التربية والثقافة والسبور والتكنيك والتكنولوجيا هي اللي مسؤولة عنها، بتقدمها لكل بلدان العالم، وكل دولة لها كوتا معينة حسب عدد السكان، لهم عدد معين بيبعتوه كل سنة. هيدي بتتضمن ثلاث فئات حسب المستوى العلمي والأعمار اللي بيروحوا عليها الطلاب. هي صار لها فترة كتير طويلة، يعني بلبنان حتى ضمن بفترة الحرب الأهلية كان في ناس عم بتروح وبتقدم وتروح تتعلم باليابان وبترجع إذا بدها. نعم، يعني هيدي المنحة اليوم عم تعطى لكل الأشخاص يلي بدهم يتخصصوا دراسات عليا. هي أول شيء مش كل الأشخاص، دماج يعني ما فينا ناخد كل العالم أكيد. سوري. صح. هي ثلاث فئات. أول شيء اللي عامل ترمينال وبحب يروح يعمل ليسانس باليابان بده يقدم، وبيروح بيعمل سنة بريباراتوار، سنة تحضيرية لغة ومواد لها علاقة بالاختصاص اللي بده يكمله، بيرجع ثلاث سنين أو أربع سنين بيتخصص فيهم هونيك. هيدي بده يكون عمره بين 18 وال 24 سنة. في كمان فئة اللي بيكونوا للكوليدج أوف تكنولوجي اللي بيكونوا تقريبا تي اس، يعني كمان نفس الفترة بده يكون عامل يا ترمينال يا ما يعادله، وبيروح كمان باختصاصات معينة، وهول الاثنين منح بيدرسوا بالياباني هونيك. يعني نحن قبل ما يروحوا بنعمل فحوصات هون انجليزي ياباني، والمواد اللي لازم ينفحص فيها يعني في مات كلهم بدهم يعملوا فحوصات مات، فيزيك او كيمياء او بيولوجي. يعني اجبار الطالب يتعلم اللغه اليابانيه تيقدر يحصل على المنحه. اكيد قبل ما يروح، يعني بده يكون عنده مستوى معين من الياباني قبل ما يروح. الفئه الثالثه هي التخصصيه، بتكون ابحاث، يعني بيروح بيكون خالص ليسانس وبيروح بيعمل ابحاث ماجستير ودكتوراه، او ماجستير او دكتوراه او الاثنين سوا. هيدي هونيك الدراسه بتكون بالانجليزي مينلي اكثر شيء. إذا بحاجة لمواد بالياباني بيعطوه أول ما يروح 6 أشهر مكثف ياباني ليقدر يلحق الدراسة بالياباني. هيدي بتشمل كل الاختصاصات بدون استثناء، وبتغطي كل جامعات اليابان. يعني الطالب بنقي الاختصاص اللي كان هو فيه بيكمل الدراسة، لازم تكون لها علاقة بالمنحة. نحن عم نحكي هون عن التخصص الجامعي. إيه كله جامعة عم نحكي. وبيروح لا عم بحكي عن التخصص الجامعي بحال الطالب كان متخصص هون بلبنان وحابب يكفي الماستر تبعه او الدكتوراه برا. اوكي، يعني هي بده يكون بوست جراد من ريسيرش، يعني من بعد الليسانس بده يكون مينيمم خالص ليسانس. واللي مخلص ترمينال هون شو بيصير؟ هذا اندر جراد، بيروح كمان سنه بريباراتوار واربع سنين دراسه. هذا اللي بدي اوضحه، هو الشقين تيكونوا واضحين قدام اللي عم يتابعونا. نعم، اللي بيكون خالص ليسانس بده يكونوا تحت ال 35 سنة. عزيز. أكيد، وخالص اختصاص يعني خالص الليسانس أو سنة التخرج. لأنه نحن بنقدم الطلبات، يقفل باب التقديم بجون بحزيران، بس بده يكون أوريدي حصل على ورقة التخرج بهالفترة لنقدر نقدم الطلب. شو أهمية هيدي المنحة وتحديدا بالنسبة للطلاب اللبنانيين، أن تمنح فقط للطلاب اللبنانيين؟ مثل ما قلت بالأول، هي كل بلد عندها كوتا، يعني إذا حامل جنسيتين وما بده يقدم عن طريقة لبنانية بده يسافر على البلد اللي هو الثاني منه ويروح ويقدم هونيك. الهدف منها هي الهدف بالنسبة لليابان انتشار ثقافي،
وكمان يعني الطالب اللبناني بده يحمل ثقافته اللبنانية ياخدها معه بيتعلم هناك، نحن بالمقابل ما بنطلب منه شيء. يعني نحن ما بنمضي الطالب على كونترا بيقول انه لازم يشتغل او لازم يلتزم بشيء معين، يعني بيتعلم هو، بخلص اختصاصه، بياخد شهادته وحر يعمل اللي بده اياه بعدين. نحن بنطلب منه بس يعطينا خبر انه خلص، وين صار، شو ناوي يعمل، وبصيروا اصدقاء للسفاره. يعني هو اوريدي بيكتسب الخبره اللي موجوده بغير بلد، الثقافه اللي موجوده بغير بلد، اللابوراتوارات اللي بيبقى عم بيشتغل فيها. واليابان معروفه بالتقدم اللي هي فيه والتطور اللي هي فيه، السيفيلايزيشن اللي هي فيها، يعني طريقه الحياه، طريقه انه مشهوره بكل دول العالم. الصيت طبعا كثير حلوه، يعني اكيد يعني معروفه. نعم. والشخص اللي بده يتخصص باليابان، البويب مثل ما ذكرت من شوي مفتوحه قدامه وحر يختار الاختصاص اللي بده اياه، صح؟ صح. طيب هل في من شروط للطالب حتى يقدم يحصل على المنحه؟ اول شيء بده يكون على الباسبور اللبناني. ثاني شغله للي بيكونوا خالصين ترمينال بده يكون تحت ال 24، فوق 18 اكيد لانه بده يسافر لحاله. واللي بده يقدم على التخصصيه بده يكون تحت ال 35 سنه. اوكي. وبده يكون دارس لغه يابانيه اجباري؟ لا، الكبار لا. لا، لانه ممكن يروح يدرس بالانجليزي. أوكي. اذا احتاج اكسترا ياباني بيعطوه اياهم هنيك، منه مضطر. الصغار نحن بيروحوا اول شيء على اوساكا يونيفرسيتي، احدى اكبر الجامعات باليابان التابعه طبعا للحكومه اليابانيه. ايه، جامعات ببليك. وبيعمل السنه التحضيريه هنيك، بيرجعوا هن بشكلهم حسب الاختصاص بجامعات اليابان. وهونيك بيرجع بحق له يفوت على جامعه يتخصص مثلا باللغه الانجليزيه مش باللغه اليابانيه، ولا لا مجرد ما بلش معهم باللغه اليابانيه بده يكفي حتى مش كمان؟ مش مجرد، لانه هن باليابان لا. المستوى اللي اندر جراد قليل كثير الجامعات اللي بتعلم بالانجليزي، هن بعضهم بيعلموا بالياباني للاندر جراد. بوست جراد والريسيرش الابحاث وهيك بيقدر يدرس بالانجليزي. يعني هي البلد هيك خاصيتها. نعم. هيدي المنحة بتغطي كافة الرسوم، يعني بترافق الطالب دقاقة زل مثل ما بيقولوا، يعني من وقت ما بده يبلش علمه تحت تأمن له مسكنه ومشربه ومأكله. يعني نحن بيقدم الطلب بس يتوافق عليه، ويتوافق عليه من الحكومة ونعرف وين رايح، أكيد الفيزا بيحصل عليها من عنا، تيكت السفر روحة، الجامعة وكل مصاريف الجامعة الحكومة مكفلة فيها، بيقبض معاش شهري ليقدر يعيش ويسكن، بيقبض معاش طالما هو قاعد باليابان. مين بيأمن له هذا المعاش؟ هي الدولة اليابانية. أوكي. يعني بتعطيه. اللي مطلوب منه انه في مبلغ كتير صغير اقل من 100 دولار، هيدي على تقس التيكت بالمطار عنا هون، هيدا اللي مكفل فيه التلميذ بكل هيدا الإقامة. نعم. هلا نحن بنأمن تيكت روحة بس يخلص تيكت رجعة. إذا حب بهالفترة بيجي على حسابه، بس هو مقيم هنيك له حق يعمل ساعات عمل فاكولتاتيف، هيدول اكسترا ماني يعني له، بس مش بيكون موظف ثابت لانه الفيزا هي فيزا طالب ضمن الطلاب الحكوميين. الابجريد الطلابي اللي صغار بالعمر اللي هن بين 18 و 24 سنه، بعرف كثير منيح بهذا العمر الطالب بيكون بعد منه كثير اذا بدك عارف او على درايه كافيه بالاختصاص اللي هو حابه. في كثير ببلشوا اول سنه مثلا بيتخصصوا بشيء معين فجاه بيرجعوا بينقلوا على اختصاص ثاني، هل هذا الشيء بيجوز باليابان في حال الطالب حب يغير اختصاصه؟ لا، لانه نحن من الاول بنطرح عليهم السؤال بدهم ينقوا 3 اختصاصات واول بريوريتي لهم بنجرب نعطيهم اياها. لا هون ما في، لانه بيتخرب كل السيستم وهن رايحين لمحل معين، حاجزين لهم محل معين والدوله مكفله فيهم، ما فيها ترجع. يعني حتى الكبار اللي بيبقى رايح ليدرس شيء ما في غير اختصاصه هو هونيك. الكبير ما في، خلص اوريدي عارف شو بده، يعني رايح يعمل ماستر. ايه يعني خلص. بده يكون ملتزم يعني. لا لحتى يعمل هالخطوه ويكون رايح على اليابان بيكون عارف. طيب نفترض ما حب، شو بصير بهالحاله؟ بحمل حاله وبيرجع. بيوقف. وانتم بتغطوا له رجعته يعني؟ بيرجع خلص، يعني بياخذ تيكت الرجعه، بس انه دمج بيكون روح سنين عليه.
وروح محل على غيره بده يضل ويدرس. نعم. يعني كم شخص بتاخده؟ هلا الاندرجراد والكوليدج اوف تكنولوجي حسب العدد اللي بيتقدم لنا بنجرب نقدمهم كلهم. يعني ما عم يجي طلب كثير لانه عندنا بلبنان قليل اللي بيعرفوا ياباني، بس بيبقى يعني الاهل دائما بخافوا من اليابان بس تقولي لهم، خاصه انه عمرهم صغير، بس هن حسب يعني بيطلعوا بالطياره، بس يوصلوا على المطار باليابان بيكون في حدا من الجامعه ناطرهم بالمطار بياخذهم بايدهم على على الدور، بيعرفون على الدور وين بدهم يسكنوا، بيعرفون على المسؤولين عنهم، بيعملوا كلوبات يعني ولا مره بحس حاله لحاله. وهلا صرنا صارت الكون كله ضيعه وحده، يعني الانترنت موجود وين ما كان، اكيد اسهل من عنا بلبنان يعني دماج لنقولها، بس دائما الاتصال موجود مع الاهل. نعم. هلا هو الباب مفتوح اجمالا لعدد معين من الاشخاص؟ يعني في ليميت؟ ايه اكيد، يعني خاصه الكبار. الكبار سنة الماضي اخذنا 3 من اللي مقدم، هيدا الماكسيموم؟ لا مش الماكسيموم، كل سنه بننطر من بعد ما نخلص باب التقديم ونسكر بيجي من اليابان قد العدد اللي نحن ممكن نحصل عليه. قد ايه عم بيكون العدد سنويا؟ يعني نحن ما عندنا بين قد ايه وقد ايه؟ بين 3 و4 اشخاص لانه ما عندنا عدد كثير بيقدم. عظيم. طيب خلال اقامتهم هنيك مين مسؤول عنهم؟ يعني ان كيس الدوله اليابانيه، ان كيس احد الطلاب تعرض لوعكه صحيه لا عندهم اسيرانس. اوكي هون الحكومه كمان هي بتغطي كل هالتكلفه؟ مسؤوله عنه الحكومه اليابانيه، على باسبور وعلى الفيزا مكتوب من قبل الحكومه اليابانيه، يعني طالب من قبل الحكومه اليابانيه، يعني حتى هن بيعتبروا انه الطالب اللي بيروح بهيدا البروجرام يعني بيكون الافضل ببلده، يعني بيطلعوا انه الاليت. نعم. تبع كل بلد يعني. النخبه تبع كل بلد، وبيوصل لهنيك كل دول العالم عندها تلاميذ بيعتتهم على اليابان يعني، وبيساعدوهم كلهم وبصير عندهم اصدقاء. وعنا مالوروزمون سينج انه نحن الكبار اللي بيروحوا بيعملوا ماستر ودكتوراه قليل اللي عم بيرجع. نعم. وقبل ما يسافروا على اليابان الاورينتاسيون او التوجيه بلبنان كل السفاره مسؤوله عنها. السفاره هي بتوجه الطلاب وهي بتعطيهم كل المعلومات. صح. هن اصلا الطلبات وكل شيء بده يتقدم لعنا على السفاره، بيتقدم على السفاره هارد كوبيز يعني على ورق مش PDF. بده يكون الدوكيومنت معه كامل. دوكيومنت كامل بيقدمه لانه نحن بنطلب اوراق اصليه وهيك، وكل شيء بياخذوه من السفاره والمرجعيه السفاره. شو هن الاوراق المطلوبه لكل الاشخاص اللي عم بتابعونا في حال حابين يقدموا على ال هلا نحن حاطين كل شيء على الويب سايت تبع السفاره، بس اجمالا تقتصر على علاماته، علامات الطالب او الطالبه يعني العلامات، ورقه ريكومنديشن من اذا من المدرسه اذا هو طالب ترمينال، ريكومنديشن من الجامعه عميد الجامعه او من الجامعات او اذا اوريدي عم بيشتغل من صاحب العمل عنده، وشهادته اللي معه شهاده، واذا عنده تيز مقدمها قبل على الماستر او شيء بيجي بيقدم لنا اياهم، وبده يقدم فايل حسب بقلب الفايل. الكبار بدهم يقدموا ستادي بلان، يعني شو رايحين يعملوا باليابان وليش بدهم يدرسوا باليابان، واكيد في ورقه طبيب كمان بنطلب منهم، بنطلب فحوصات معينه بياخذوها طبيب بيعملها وبيختمها طبيب لبناني. نعم. حيالله طبيب لبناني لحتى نتاكد انه بيقدر يتحمل السفر ولا لا. سايت السفاره اليابانيه قادرين نعطيها على الهواء؟ ايه اكيد يعني www.lb.emb-japan.go.jp طويل شوي، انا بنصحهم يعملوا على جوجل جي بي جابان يعني يفوتوا امباسي اوف جابان ان لبنان وبيطلع لهم كل المعلومات، بس بدي منهم بليز هن وعم بفتشوا ما يحطوا ماكست اللي اسم السكولرشيب لانه لازم يكون الطلب تبع 2025، ينتبهوا كثير منيح لحتى ما يشتغلوا على الطلب طلب قديم وشروط قديمه. نعم. لكن على www.lb.emb_japan او داش. اوكي داش japan.go.jp صح؟
صح، لكن لكل الاشخاص اللي حابين يقدموا على المنحه او على المنح اللي فتحتها اليابان للطلاب اللبنانيين على باسبورهم اللبناني، في حال الطالب اللبناني في كثير منيح انه ما بيقدر يكفي يوصل للليسانس او للماستر عفوا وحابب يكفي الدكتوراه تبعه، ولكن لظروف معينه راح يشتغل بعد فتره حب يرجع يكفي اختصاصه، في سافر على اليابان اذا كان تحت عمر ال 35 سنه مثل ما ذكرتي. مش هي ولا مره صارت عنا، بس هو اللي بيصير الحقيقة أنه بس يخلصوا ماستر هي مغطية كلها وكل تكاليفها يعني، وإذا كانت نتائجه مليحة حتى اللي بيكون خالص ليسانس ونتائجه مليحة هن بمددوا له بيكمل للدكتوراه، يعني ما أنه بحاجة ليشتغل ليجي ويرجع يروح، فيه يكمل وكلها بتضل مغطية. أنا عم بحكي هيدا إن كيس كان مع اليابان، أنا عم بحكي إن كيس كان بلبنان تعلم بجامعة لبنانية. أكيد أكيد هو فيه يفوت يا على الترمينال يا اخر الليسانس يا اخر الماستر، اوكي ما بهم، هو بيقرر بهالفتره، ولكن ضمن الفئه العمريه اللي محددتها سفاره اليابان. اكيد بتحبي تضيفي شيء بختم هاللقاء؟ بس بدي اقول لهم بليز انه اللي بهمه الامر بلش من هلا، لانه عندنا ديدلاين اللي تبع الماجستير والدكتوراه، الديدلاين ب 7 حزيران بنسكر باب الطلبات، وفعلا 7 حزيران الساعه 3 بعد الظهر. نعم. يعني مش الساعه 4. نعم. والبقيه اللي بيكونوا ليسانس وكوليدج اوف تكنولوجي ب 21 حزيران كمان بيكون نهار جمعه الساعه 3. كثير منيح، شكرا لوجودك معنا، اهلا وسهلا فيك جريتا ابو سمره نون كبيره الاختصاصيين بالعلاقات العامه والشؤون الثقافيه بسفاره اليابان، شرفتينا. ميرسي لكم، اهلا وسهلا. نروح لبريك وراجعين.